بحضوركم اليوم بكامل الفريق أو بعدد كبير من فريقكم، وهذا الأمر جعلنا نتفق. Today to meet your team with as you know the things on the ground are becoming more complicated and we're looking forward to hear from you about your engagement. الملف السوري هو في الأدراج حاليا، ريثما يتم حل كافة الملفات العالقة ومن ثم يعودون إلى الملف السوري. لكن الشيء المنتظر من الدول هو مناقشة موضوع التعافي المبكر الذي تسعى إليه الدول الأوروبية بشكل خاص وبدعم أمريكي خالص، من أجل أن يكون صندوق التعافي المبكر ليس بيد النظام. هذا ما طلبناه من الدول ومن السيد بيدرسون. إحياء العملية السياسية إنما حقيقة يعني إبقاء الملف السوري في مكانه. كان هناك مداخلات قيمة من قبل رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة حول الملابسات والإشكاليات اللي عم يصير في يعني إحاطات سيد بيدرسون الشهرية، وأيضا هناك مصطلحات يتم استخدامها أحيانا يكون فيها تأويلات لدى كل طرف. فكان أيضا سيد بيدرسون متجاوبا مع الملاحظات القيمة اللي قدمها هيئة التفاوض. نحن نحترم ونثمن جهود المبعوث الدولي ومهمته وجهود فريقه، ولكن أيضا نحن نبحث عن مصلحتنا ومصلحة شعبنا بتحقيق أهداف الثورة السورية وتحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في الخلاص من هذا النظام والانتقال إلى نظام ديمقراطي. الحقيقة يعني تم البحث عن البحث في كل هذه الموضوعات، تحدثنا بصراحة معه بهذا، يعني استمر الاجتماع حوالي شي ساعتين. نحن نقول دائما أن المشكلة ليست في المكان، المشكلة هي في الإرادة السياسية وإرادة هذا النظام في السماح لهذه اللجنة بأن تنتج وأن تثمر.